نطلب إجلال الاعتراف وهذا الإحدى الإجلال الصحافية باش نطلب منهم ونرجوه أنهم يبلغوا هذه الرسالة بامتداد هي رسالة السيد عبد الحميد السيد الإخوان هي المرجو. نحن في محطة حاسمة باش نحدوا المصير ديال مدينتنا لمدة 5 سنوات. هاد المحطة اللي كنقول فيها وعام منابر تقولوا الناس الله يخليكم سيروا عبروا على رقابة سيروا حطوا صوتكم في الصوت. علاش؟ لأن المسؤولية قيمة المسؤولية هي حق مقابله واجب باش خدام عندو ميكونش عندنا مواطن مصري كيطلب حقوقه وهو ما داش واجباته. حنا بغينا ذاك المواطن المكمول اللي كيطالب حقه لان مارس الواجبات ديالو وعبر على صوتو واختار اللي غيمثلو واللي غيدبر المواطن. فلهذا من هذا المنبر مرجوك لايصال هذه الرساله لجميع المواطنين والمواطنات، عبروا على صوتكم وقوموا بواجباتكم باش تطالبوا بحقكم. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بداية كنشكر موقع طنجاوي على هاد اعطاء هاد الفرصة للتعبير عن الرأي ديالي على لائحة حزب التجمع الوطني الأحرار لمقاطعة الشرف السواني اللي هي لائحة معدل سنها ما كيتعداش 45 سنة ولائحة كلها وجوه جديدة يعني 100%. القضية الأخرى هو الرؤية ديالي لمقاطعة السواني هو أننا المقاطعة يجب أن تمارس اختصاصاتها من خلال سياسة القرب وقربها للمواطن في عدة تخصصات، ماشي غير في قضية البولة في الشارع، ماشي في بولة في الزنقة، ماشي في قضية ديال البيطو امبريمي، ولكن في سياسة القرب بمعناها الحقيقي في مؤسسة العمل الاجتماعي، في مؤسسة العمل الثقافي، مؤسسة العمل الرياضي، مؤسسة العمل الفني، مؤسسة واحد العداد ديال القطاعات اللي تقوم بتنشيط المقاطعة، ومن خلال ذلك التنشيط يقوم الشباب والشابات والمواطنين بأدوارهم باش يكونوا فاعلين مؤثرين داخل المقاطعة، ولما يطالبوا بحقوقهم كيكونوا قرابين من المقاطعة، وخصوصا لما يكونوا عبروا على صوتهم واللي هو واجبهم يوم 8 شتنبر 2021. ونطمح لنتائج جيدة ونطمح للتغيير بوسائل جديدة وآليات جديدة وبوشة جديدة، لأن لن نحصل على نتائج مغايرة إذا حافظنا على نفس الوجوه ونفس وسائل التدبير ونفس وسائل الاشتغال. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.